حلوة خلي عبد الدين مجده خلي عبد الأقصى عزه خلته رحم الندمة Yeah.
صا اجت بالتلفون. هجموه شايفين يا جماعة الخير الرصاصة مطاطة اجت بالتلفون. كنت انقل للبث عبر اليوتيوب عبر هذا الهاتف. هل شاهدتم الإصابة؟ طيب اسمع يعني الحمد لله رب العالمين. لو كانت بضعة سنتيمترات كنت أصبت لا قدر الله في يدي. يعني على البث المباشر وعلى عيونكم شاهدتم هؤلاء الغوائيين الوحوش. هذه هي الرصاصة التي أصبت بها. هذه هي الرصاصة المطاطية. وهذا تلفوني هو اللي راح. تلفونها مش تلفون الشعب. وهذه أعصات. لا ولا شيء، انا منيحه يسلموا. طلعي في مجال تحكي لي عن اللي صار. انا بوثق. لا لازم في فيديو. لا بقدر. ليش في ليش في عيب؟ صوت ممكن اطلع صوت بس ما عنديش صوت. اذا بدك انت ديري يلا. كيف بدي اشرح؟ طب لحظه شوي. طيب انا بدي احط هذا. احكي لا انت هيدا تحكي. احكي لي انت
كنتي لقيت ميدانية وكنت موجودة في الجهة الثانية. حلو. طيب خلينا احنا دايرين بالنا حالنا، بس انا معي كل شيء ممكن اشرح لك يعني، بس انه بدي دقيقة بس عشان انظروا قوات شرطة الاحتلال اين هي. تعطيني مجال بس اوثق شوي. معاكي رقم صح؟ على راحتك انا بس معاكي رقم. ايه؟ معاكي رقم صح؟ لا والله ما معي. لا لا فيش شيء هلا الحمد لله. لا رجعوا هيك دخلوا. بس في ورانا هون ناس. هيهم هيهم. موجودين لسه. في القبنة في القبنة مش بعيد الزاوية. ما هم هيهم قدامي هون. يعني زجاج الهاتف دخل في يدي، أشعر بألم. هي زجاجة صغيرة. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجه هذا لعنة الله عليهم. هنا أيضا بدأت أشعر بألم الآن في يدي. أنا لم أصاب لكن الزجاج الآن شعرت ب هم هنا عند قبة الخضر. الآن شعرت بألم. نظرت إلى يدي وجدت زجاج الهاتف. في حجة هون في باب الصخرة، يعني تنهال عليهم بالدعاء والشتائم، يعني لم تسكت. أسأل الله تعالى أن يستجيب دعائها. طيب ما ضل معنا إلا هالتلفون. أحاول أشبك الشحن. لا تزال أصوات الرصاص المطاطي في المسجد الأقصى. يطلقون الرصاص
علينا. هنا شرطي قادم من أدغال إفريقيا، جاء إلى هنا ليقنص الفلسطينيين. انتبهي على نفسك، والله أكثر من أنني يعني أقوم بوضع الهاتف على حامل أو ستاند ثم أختبئ خلف الجدار وأمد يدي يعني لأقوم بتصوير الأحداث،
وأصابتني رصاصة، أصابت الهاتف. أكثر من هذا ماذا نفعل؟ لا نستطيع فعل شيء، يعني نحن نحاول الحفاظ على أنفسنا، لكن هؤلاء يلاحقوننا في حتى تحت الأرض لينتقموا. هؤلاء وحوش، يعني ناس مش طبيعية، ناس مش لا هم أصلا مش ناس، يعني بطبيعة الحال هم ليسوا بشرا. هم ليسوا أصلا بشرا، يعني لا يمكن اعتبارهم بشر. يعني عاجز الإنسان الأول أن يفعل هذا. الإنسان البدائي الذي لا يعرف التحضر عاجز عن فعل هذا. لكن شو الفرق؟ إنه هون دولة رسمية معترف فيها، وبالتالي ممارستها لمثل هذه الأعمال، أعمال الإرهابية هذه والاحتلال والسرقة والنهب وإرهاب الناس والتسلط عليهم، هذا كله مشروع لأنه دولة معترف فيها. طالما أن الدولة تفعل هذا فهذا مشروع، دولة تعترف فيها الأنظمة التي تشبهها طبعا، سواء كانت عربية أم أجنبية. طيب، بينما الفلسطيني عندما يعني يحاول أن يناضل، تعرفوا كيف بناضل؟ أنا لا أحمل حجر، أنا حاملة تلفون، أنا حاملة تلفون وجدت فيه رصاصة. طب أنا ما حملت حجر لسه، لم أكن أحمل حجر. طيب، فكيف بالذي يعني يقاوم بالقوة، يعني مثل أهلنا في غزة وبقية المرابطين في هذه الأرض؟ مع العلم كله رباط. ومع ذلك لا يزال تحت هذه الزيتونة مرابط يجلس على المقعد ويتتبع عبر هاتفه الأخبار. فهكذا نرابط، يعني إما نبقى في أماكننا أو يعني بما هو متاح بين يدينا. ليس مهما أن نكون بخير بقدر ما هو مهم أن تكون هذه الأرض بخير. وقد نستشهد ربما حتى يأتي الدور على من هم بعدنا ليرثوا هذا النصر إن شاء الله، ويرثوا هذه الأرض بعزة. مش بعد هذا كله يروحوا يخونوا ويطبعوا، لا طبعا لن نقبل بهذا. نحن لا نبذل دماءنا ولا تهدم بيوتنا ولا نطرد منها حتى يأتي أحدهم إلى هنا مطبعا، لن نسمح بهذا. وسنهاجمه كما نهاجم المحتل. طيب، ارجع لك شوي لورا، يعني صراحة يعني عجبت لأمر أولئك. يعني أنت يعني ابن البلد هون يبذل روحه ودمه، يهدم بيته ويطرد، وبيجي واحد ابن إيش كما يقول الفلسطينيون هنا، ابن حرام مصفى، ماذا يفعل؟ يأتي هنا مطبعا.
يطبل لكيان الاحتلال في تل أبيب، ضيف على دولة احتلال. يعني هؤلاء الذين يمنعون عن النصر يحجبونه، وكيف يتم حجب تأثيرهم بفضحهم؟ وهذه الأحداث التي تحدث هنا في المسجد الأقصى المبارك هي جزء من عملية فضح هؤلاء الذين يعني يتواطؤون يعني ويسيرون فوق دمائنا ويصافحون الأكفة الغرقى بدمائنا. هذه الجهة من المسجد الأقصى، كر وفر. لسه في ضرب، لم ينسحبوا بعد. نطاق أمال ليش مش معنا غير؟ حركة لقد هجموا على الجامع القبلي، شرطة الاحتلال يتم الآن إغلاق أبواب الجامع القبلي وتصفيدها. الهجوم Thank you.
في هذه الحالة يجب على المصلين البقاء في أماكنهم، لكن هذه الأصوات يعني ترعبهم. بدأوا يصعدون إلى صحن الصخرة المشرفة. ها هم انظروا. يضربون سيدة عند قبة عند اللي هي مصطبة الكرك، يستقون على النساء. حاول نقرب الصورة. الله ينتقم منه، الله يكسر ايده، ضربها بالعصاي. لعنة الله عليك، افريقي كلب جاي من الادغال عشان يضرب الست. لعنة الله عليه، لعنة الله عليك. يخرب بالهم البيت. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هذا الشاب قاموا بضربه بعد ان يعني فزع للبنت. كسر ايديهم. لعنة الله عليكم. بقية المصلين حوصروا في الجامع القبلي. حوصر بقية المصلين في الجامع القبلي، أغلقت البوابات. ضرب وحشي للقنابل، الرصاص المطاطي، هذا الصوت الذي سمعتم له الآن. يعني لم نرى هذه العضلات، وغزة ترد. القوة دائما هي الفيصل، القوة دائما هي التي تفرض واقعا متغيرا أو تفرض المتغيرات على الواقع. Thank you.
نسمع أصوات في الجهة الشرقية. كتب أحد المتابعين هنا: لماذا الاقتحام؟ لماذا هذا السؤال؟ طيب لماذا هذا السؤال؟ لماذا هؤلاء أصلا هنا؟ من هؤلاء أصلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعض الأسئلة غريبة جدا. يسأل المرء: لماذا يوجد احتلال في المسجد الأقصى المبارك؟ مثلا تسأل يوسف: ما اسمك يا يوسف؟ نفس السؤال: لماذا يوجد احتلال في المسجد الأقصى المبارك؟ يا يوسف، ما اسمك يا يوسف؟ هكذا تصاغ الأسئلة في ظل الاحتلال. لماذا الاحتلال هنا؟ لماذا الاحتلال يفعل كذا؟ لماذا؟ لأنه احتلال. الجواب من ضمن السؤال. لا يسأل الاحتلال لماذا يمارس إرهابه ولماذا يتواجد في أماكن لا ينبغي أن يتواجد فيها كالمسجد الأقصى المبارك. لا يسأل الاحتلال عن سبب هذا كله، لأنه هو السبب باختصار. يعني هذا الجواب الذي يفترض أن يكون إجابة على كافة هذه الأسئلة الغريبة العجيبة. صوت إطلاق الرصاص المطاطي. يقومون بطرد المصلين من ساحات المسجد. انظر كيف يقوم بطرد الشاب ومحاولة إبعاده هذا الرجل. انظر كيف يقومون بطرده، يعني أرض أبوكم. انظر انظر كيف، انظروا كيف يقوم بتصويب. يعني اللي بيسمعش الكلام لا يسمع لأوامرهم، ومن بإطلاق الرصاص المطاطي عليه. الصورة تنطق، تفضح إرهابهم أو تفضح جودهم وكرمهم كما سماها أحد الخونة الإماراتيين. يسمي هذا الخائن، يسمي هذه التصرفات جود وكرم الصهاينة. ماذا كان اسمه ذلك الذي أرسلته الإمارات ليضيء شمعدان الحانوكا، عيد الحانوكا عند حائط البراق؟ أظن كان اسمه أحمد طه، وهو يحمل الجنسية البريطانية كذلك، الجنسية البريطانية والإماراتية.